طلبت من الاستاذ مشار رئيس المحكمه اني صلح لي باعلان شهود نفي اللي هو مدير المدرسه ومدير اداره الغرف التعليميه ورئيس مجلس الاباء. الناس دول كلهم بيقروا ان هذه الواقعه لم تحدث الا ان المحكمه لم تستجيب. ده الراي الاعلى للمحكمه، وانا ما اقدرش يعني اعلق على اسره بالظبط. مثال عملي، مثال عملي لاختلاق جريمه او لاصطناع جريمه، بدليل ان مدير المدرسه، وانا قلت الكلام ده في اكثر من موقف، مدير المدرسه باعت للمحافظ بيقول له بيستنجد بيه ان عندي 15 مدرس مسلم متشدد بيثير الفتنه، المحافظ نايم. انا ببحث عن الحقيقه وانا ببحث عن الحقيقه. ايه المشكله ان انا اجيب اي شيء؟ يضره في ايه؟ انما حقيقه مدير مدرسه معتدل تماما وهو مسلم.